نتحلل قليلا من الحديث الحكومي ونجنح صوب المستهدفين مباشرة من هذه الوثيقة، القطاع الخاص والمعنيين بي. دكتور منير فخري عبد النور، الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق للسياحة والتجارة والصناعة. دكتور منير، حضرتك طلعت على الوثيقة وربما حتى كنت شريك في بعض النقاشات في المسودة فيها حتى لو على مستوى الاطلاع. أبرز ملاحظات حضرتك أو المستهدفات كما تريدها حضرتك؟ أولا اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لدولة رئيس الوزراء والقائمين على تنظيم هذه الجلسة على دعوتي، فلهم مني كل الشكر. أرى أن هذه الوثيقة في غاية الأهمية، لأنها تمكن القطاع الخاص من أن يلعب دوره ليتحمل المسؤولية الرئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر. لكن مش لازم ننبهر بالعناوين، ويجب أن ننظر في التفاصيل، لأن هذه الوثيقة مهمة، وندرس أثرها الاجتماعية والسياسية وعلى الاقتصاد الكلي لنتأكد أنها ستحقق الهدف منها. وفي هذا الإطار أنا لي خمس تعليقات. التعليق الأولاني يخص أسلوب تخارج الدولة من الشركات، وأرى وأحبس إعطاء الأولوية للتخارج من خلال الطرح في البورصة، والهدف هو توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين ليتملكوا ويكونوا أصحاب مصلحة في صيانة هذه الشركات وفي الرقاب عليها لضمان حسن إدارتها. اللهم إلا إذا تمكنا من جذب شريك استراتيجي مصري أو أجنبي يستطيع أن ينمي هذه الشركة بإضافة أو زيادة رأس المال لزيادة الإنتاج، زيادة الإنتاجية، جلب تكنولوجيات جديدة وفتح أسواق تصديرية. وفي هذا الإطار أنا عاوز ألفت النظر إلى أن البيع لمستثمر مالي financial investor as opposed to strategic investor، وهو هو ما يسمى في الأدبيات الاقتصادية portfolio investment، وما هواش direct foreign investment، هو استثمار محفظة يتم من خلال شراء أسهم في البورصة، ويكون الشريك شريك لا يتدخل في الإدارة المباشرة. وهذا النوع من الاستثمار يحمل ميزان المدفوعات عبء ثقيل أكثر بكثير من الدين الخارجي لأسباب بسيطة. السبب الأولاني أن نسب توزيع الأرباح هي في الأغلب الأعم أكبر من نسبة الفايدة على القروض، ولأن الالتزام بتحويل هذه الأرباح يطول بعمر الشركة على عكس الدين، فهو تحويل الأرباح مقيد بأجل القرض ذاته. وفي هذا الصدد أنا أحب أردد وأذكر أن هدفنا عندما نتحدث عن الاستثمارات الأجنبية نتحدث عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يترتب عليها زيادة الإنتاج والإنتاجية، دخول تكنولوجيات جديدة، فتح أسواق تصديرية جديدة، فتح فرص عمل جديدة. كل ذلك يعوض
العبء على ميزان المدفوعات عند تحويل الأرباح. الملاحظة الرابعة، ورد في الوثيقة أن الدولة ستدخل كمنظم وممول كمنظم وممول في الصناعات المستقبلية ذات التكنولوجيا المتقدمة التي تنتمي إلى الجيل الرابع من الثورة الصناعية. ويجب أن نرحب بدخول الدولة في هذه الاستثمارات، إنما أيضا ونحبس أن يكون هذا الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص وبمنح القطاع الخاص حق إدارة هذه الشركات وعلى أسس اقتصادية. وفي هذا الصدد أذكر أنه في تاريخنا الاقتصادي فترة غنية جدا في التنمية والتنمية الصناعية بالتحديد، وهو بين سنوات 1953 و1960 حيث شاركت الدولة القطاع الخاص، وكانت فترة غنية جدا وناجحة للغاية اقتصاديا وصناعيا. دعونا نكرر هذه التجربة. خامسا، ملاحظة سريعة حول السياحة التي جاء ذكرها، عاوز أقول على استحياء في الوثيقة. السياحة بالنسبة للاقتصاد المصري من الأهمية بمكان، من خلال مواردها نستطيع أن نمول التنمية، من خلال مواردها نستطيع أن نسد الجزء الأكبر من الفجوة التمويلية ونقلل من العجز في ميزان المعاملات الجارية المصري. ومصر تمتلك كل المقومات للنجاح والتوفيق لتنمية هذه الصناعة، لأنها صناعة. والهدف الذي وضعه دولة رئيس الوزراء لتحقيق 30 لجذب 30 مليون سائح سنوياً، أعتقد أنه قريب المنال، قريب جداً إن قصدنا واتخذنا الإجراءات اللازمة لتنمية قطاع السياحة وحل المشكلات التي تواجهها، ومنها مشكلات الأراضي السياحية وخاصة الأراضي الشاطئية. ومنها أعتقد أنه يجب النظر في احتكار شركة مصر للطيران في خدمة الطيران المنتظم للمطارات المصرية. أنا أذكر هذا الكلام لأنه أعتقد أن احنا في هذا الشتاء أمامنا فرصة عظيمة، أخذاً في الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها الدول الأوروبية وخصوصاً الشمالية منها مع أزمة المحروقات، فيجب أن ندعو السواح من هذه الدول لكي يستمتعوا بدفء الشمس المصرية في الصعيد أو البحر الأحمر. وهي فرصة أيضاً لتنمية أرقى أنواع السياحة، وهي سياحة الإقامة أو residential tourism اللي سبقتنا فيها دول كثيرة وعلى رأسها دبي. وهذا النوع من السياحة هو السر وراء دخول الإمارات قرابة 20 أو 22 مليون سائح سنوياً هناك. إنما هذه الوثيقة الحقيقة لن تحقق أهدافها بدون ما ننظر في مناخ الاستثمار. ولي على مناخ الاستثمار الحقيقة ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن تحسين هذا المناخ يتطلب اتساق السياسات الاقتصادية المطبقة والأهداف المعلنة. فبينما نهدف إلى زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، نجد من ناحية السياسة المالية تحمل المنتج ضرائب ورسوم وإتاوات، ومن ناحية أخرى نجد السياسة النقدية تقيم الجنيه المصري بما هو أكثر بكثير من قيمته الحقيقية.
ونتيجة لذلك السياسة المالية والسياسة النقدية أن نضع عوائق أمام الصادرات، إذ أن المنتج المصري يفقد كثيراً من قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، بل أحياناً لا يستطيع أن ينافس المستورد في السوق المحلي، ويترتب على ذلك أن ينخفض الإنتاج أو على الأقل تقل فرص تنمية هذا الإنتاج. نحن يجب أن ننسق ما بين الهدف والسياسات، وننسق ما بين السياسات وبعضها. وأهم من أهم نقطة في هذا الموضوع هو سياسة سعر الصرف في إطار السياسة النقدية، لأقول أن الأسواق الحالية تقيم المنتجات المستوردة على أساس سعر صرف أعلى من سعر السائد في البنوك التجارية، فتحملنا ونتحمل الآن كل عواقب أي تغيير لسعر الصرف، فدعونا لا نتأخر. التأخير يحملنا تكاليف كثيرة، أقول ذلك في حضرة أو في حضور السيد رئيس الوزراء، لا تتأخروا، فنحن نتحمل اليوم تكاليف تخفيض سعر الصرف دون أن نجني الفوائد التي قد تنتج منه. النقطة الثانية خاصة بتحسين مناخ الاستثمار تخص المشكلات التي نعرفها جميعاً والتي نرددها منذ أن صدر قانون 43 سنة 1974. المشكلات معروفة: الأراضي، الجمارك، الضرائب، المحليات معروفة. وعبر السنين هذه الشكاوى وصلت إلى المسؤولين، وعبر السنوات الأغلبية العظمى من المسؤولين اتخذوا الإجراءات اللازمة والكفيلة بحل هذه المشكلات، يعني بدءا من الشباك الواحد بتاع زياد أحمد زياد بهاء الدين لما كان رئيس هيئة الاستثمار، وانتهاءا بقوانين قانون التنمية الصناعية وقانون التصاريح. هذه كل الإجراءات التي اتخذت عبر السنوات لسبب أو لآخر نفذت لمدة شهر اثنين سنة ثم توقفت. قيل أن أحد الأسباب هو عدم كفاءة الموظف المصري، قد يكون هذا سبب من الأسباب، إنما أنا أرى أن السبب الرئيسي هو التداخل والتداخل في الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المختلفة، والتنازع بينها في حول هذه الاختصاصات. إنني أدعو وأوصي بضرورة تحديد الاختصاصات والمسؤوليات والسلطات بدقة وبشكل جامع ومانع لكل الوزارات وكل الإدارات الحكومية. نحن في حاجة ماسة لهيكلة الإدارة الحكومية كي نتمكن من حل المشكلات التي تواجه القطاع الخاص والتي تعوق الاستثمار والتنمية. أكتفي بهذا القدر، وأعتقد أني تعديت الخمس دقائق المكلف بها. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور منير. مش عارف مسألة أو آلية الطرح في البورصة هي الآلية أيضا الأكثر تفضيلا للحكومة ولا لا، إذا كان هناك رغبة في تقييم المسألة.